رحيم، خلي حتى نوضحه للناس حاجة. احنا اليوم رانا طالعين، يعني يكفي المشهد المشين لنا في إيطاليا قدام العالم وقدام القنوات اللي نقلتها. الحمد لله هو فتحوا لي كل القنوات، لكن احنا ما نقلناش شيء، كأنه سبحان الله جت معانا. الحدث اللي داروه الساعة 10 الصبح هذا للأسف طلع شكله مشين، بعيدا حتى عليه الموقف نفسه ما نرضوش لأي شخص قدم ولو دينار واحد، وهو مهما كانت صفته في ليبيا سياسيا ولا عسكريا ولا مهما كانت صفته، من الأسماء اللي يتناول فيهم الاتحاد الليبي لكرة القدم وتصريحات السيد عبد الحكيم الشلماني بكل المسميات شرقا وغربا سماهم، قال واقفين معانا من راس جدير لعند مسحد. أي واحد توصل فيه طريقة زي هذه يطلع شكلنا مشين، احنا حنطلع ونتكلم عليه بنفس الطريقة. حنسأل الكابتن واللاعب الدولي السابق وأحد الأسماء الجميلة اللي طلع علينا ديما في قناة الوسط وفي التسعين، الأستاذ والكابتن أحمد الفلاح لاعب منتخبنا الوطني سابقا نرحبوا به. أستاذ أحمد، اليوم شكلنا طلع شيم في إيطاليا، تتويج بعد موسم قعدنا ندفوا فيه واحدة واحدة، وصلنا لمرحلة التتويج وللأسف ما نعرفش سوء إدارة ولا قلة فهم، ولا أستاذ عبد الرحيم قال صراع سياسي. حييك كابتن عبدو، حيي كباتن معاك كابتن عادل، كابتن عبد الرحيم، كابتن سمير. نحن من يومنا منذ 8 سنوات نتمنى من رئيس اتحاد الكورة وكل أعضاء اتحاد الكورة أنهم يتقبلوا كلامنا ويتقبلوا نقدنا ونقد الإعلاميين بدون زعل وبدون تشنج. أنتم قاعدين في وظيفة عامة وقابلين للنقد وقابلين للنقاش. نحن من يومنا منذ 8 سنوات من انتخاب هذا الاتحاد ونحن شكلنا شيء، وأقرب شيء ودليل الثابت هو التتويج بتاع أمس والدوري السداسي اللي كان في إيطاليا. نحن من بداية اعترضنا عليه الدوري السداسي، أنت لعبت دوري من ذهاب وأياب، شنو معنى جيت بتلعبه في إيطاليا؟ لكن درتها كويس. نحن كنا نعرفوا ان التتويج، وعارفين ان النصر بطل دوري من المباراه اللي قبلها، كان يكون التتويج وكان يكون تسليم البطوله للنصر يوم مباراه الهلال، هذا اللي متعارف عليه وهذا الطبيعي، ويفرح النصر ببطولتهم ويفرح الجماهير. رقم 2، انا مانيش عارف شنو هالانبطاح وشنو الانهزام وروح الانهزام اللي عند اتحاد الكورة. على أي أساس أنت تعزم في مسؤولين وشخصيات إيطالية؟ على أساس أنهم طلقوا لك اللاعبين الخمسة اللي هم محبوسين لهم 9 سنوات ظلما وبهتانا؟ على أساس أنهم اعدموا عمر المختار وهو يناهز 73 سنة من عمره ويقاتل من أجل الأرض والعرض والشرف ويجي ويعدموه في وسط ليبيا؟ عليش انت عزمهم ولا تعطي فيهم في الأهمية ولا تدير لهم في قيمة؟ ليش انت الانهزام وليش الخنوع؟ انت عندك شخصية جاتك من بنغازي، عندك شخصية دعماتك ودعمت المنتخب ودعمت الأندية، عندك شخصية بنت ملعب 28 مارس اللي له 16 سنة ما بتنش. شنو السخافة والاستخفاف اللي يستعمل فيه رئيس اتحاد الكوره؟ راجل ما تفهمش. اسال الناس اللي يفهموا. افسدت عن مصر طعمه الانتصار. نكرت يمين راجل وقف معانا. نحن في الرياضه ما نعرفوش سياسه، ما نعرفوش كراهيه، نحن نعرفوا لم شمل. كانت هذه بادره للم الشمل. لو جبت الست رؤساء انديه وقعدوا على المنصه وجاء معاهم، نحن مجرد ما يدخل معنا في الوسط الرياضي اي شخصيه كانت سواء وزير ولا مسؤول نقول له كابتن. دخل معاك كابتن خالد حفتر، كنت تجيبه وتنزله وتحترمه وتقدره، مش لشيء. نجلنا خدمنا الراجل، بناء قاعد بناء ملعب الراجل، منه النادي اللي ما دعمش ومن النادي اللي ما عطاهش؟ ويكفي انجازه في ملعب بنغازي الدولي. تجيبه بهذه يعني نقدر نقول الدناوه، وانك انت تخليه في تربونه وما تكلمش، والله تكرمه وجايب لي عقاب طليان.